الموبايل بيجي بكاميرتين في الخلف وشاشه فول اتش دي. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. اهلا بكم في قناه موبي سي. النهارده هنتكلم عن هاتف جوجل بيكسل 4 وهنتكلم عن مواصفات الهاتف بشكل كامل والمميزات والعيوب الخاصه بالهاتف. ده غير ان هوضح في اخر الفيديو سعر الجهاز في مصر وفي السعوديه وسعر الجهاز عالميا. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه ويلا بينا نبدا الفيديو. مش شرط تشوف 5 فيديوهات عشان تعرف كل حاجه عن موبايل واحد. احنا هنا في قناه موبي سي حطينا لك كل ده في فيديو واحد، يعني من الاخر تقدر تشوف مواصفات سعر ومميزات وعيوب الموبايل وكمان مقارنه بين الموبايل ده والمنافس ليه. مواصفات هاتف جوجل بيكسل 4، هنبتدي بالشاشه. الشاشه بتيجي من نوع اوليد. الشاشه بتيجي بحجم 5.7 بوصه بجوده فول اتش دي بلس وبدقه 2280 في 1080 بكسل ومعدل كثافه بكسلات 444 بكسل لكل انش. حواف الموبايل شبه كويسه ولكن الحافه اللي فوق كبيره بزياده واللي فيها الكاميرا والمستشعرات والسماعه. الشاشه هتقدم لك اداء اكتر من رائع في الالوان والاضاءه العاليه وكل حاجه. الشاشه عليها طبعا حمايه جوريلا جلاس 5. الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 855. المعالج ده حرفيا ممتاز من شركه كوالكوم وهيديك تجربه رائعه جدا في الالعاب الثقيله والتطبيقات الكبيره وحتى في الاستخدام اليومي. ودايما المعالج ده بيكون في الهواتف الفلاج شيب او العاليه، يعني هتاخد اداء رائع جدا في كل حاجه زي الالعاب والتطبيقات والمهام اليوميه وحتى استخدامك اليومي. الموبايل بيجي بنسختين، النسخه الاولى 64 جيجا مساحه داخليه مع 6 جيجا رام، النسخه الثانيه 128 جيجا مساحه داخليه مع 6 جيجا رام برضه. وللعلم مش هتعرف تزود مساحه داخليه وده لان الموبايل للاسف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. بالنسبه للكاميرا، الموبايل بيجي باثنين كاميرا خلفيه، الاولى بدقه 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه بدقه 16 ميجا بكسل ودي بتسمح ليك ان انت تعمل زوم لحد 2 اكس بدون ما تخسر اي جوده من الصوره. الكاميرا الخلفيه بتصور فيديو بجوده 4K ومعدل 30 فريم في الثانيه، وبتصور فيديو بجوده فول اتش دي ومعدل 30 او 60 او 120 فريم في الثانيه. الموبايل بيجي باثنين كاميرا اماميه، الاولى بدقه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه اسمها تي او اف 3 دي كاميرا ودي لتحديد عمق الاجسام. برضه ليها مميزات ثانيه زي انها بتصنع اشكال 3 دي احترافيه بجانب الاشخاص الحقيقيين. الكاميرا الاماميه بتصور فيديو بجوده فول اتش دي ومعدل 30 فريم في الثانيه. البطاريه هنا بتيجي بحجم 2800 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع 18 واط. للاسف كنا نتمنى ان البطاريه تكون اكبر من كده وده لان حاليا الشركات ابتدت تتجه لبطاريات 5000 ملي امبير. الموبايل بيجي باندرويد 10. ظهر الموبايل بيجي من الازاز وعليه طبقه حمايه جوريلا جلاس 5. الموبايل بيدعم الفتح بالوجه او الفتح ببصمه الوجه. مميزات موبايل جوجل بيكسل 4، اداء ممتاز جدا للشاشه. المعالج هيقدم لك اداء رائع جدا. الشاشه والظهر عليهم طبقه حمايه، اداء كويس جدا للكاميرات وده معروف من هواتف جوجل. الموبايل بيدعم الشحن السريع. الموبايل بيدعم منفذ تايب سي. الموبايل بيصور فيديو بجوده 4K. عيوب موبايل جوجل بيكسل 4، الموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الموبايل لا يدعم منفذ السماعات. الحافه الالويه في الموبايل كبيره شويه، للاسف البطاريه صغيره وكنا نتمنى انها تكون اكبر من كده. الموبايل لا يدعم مستشعر البصمه. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعوديه وسعر الجهاز عالميا. سعر الموبايل الرسمي بالدولار نسخة 64 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 799 دولار امريكي، نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 899 دولار امريكي. سعر الموبايل المتوقع في مصر نسخة 64 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 14000 جنيه مصري، نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 15500 جنيه مصري. سعر الموبايل المتوقع في السعودية نسخة 64 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 3300 ريال سعودي، نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا رام 3600 ريال سعودي. عايز اوضح ان السعر العالمي اللي وضحته من شوية بالدولار هو ده السعر الرسمي للموبايل، ولكن السعر في مصر وفي السعودية ده السعر المتوقع، وده لان الموبايل لسه ما تمش الاعلان عنه ولا في مصر ولا في السعودية. واخيرا، هل الموبايل ده افضل حاجة في الفئة السعرية دي ولا في افضل منه؟ سامسونج نوت 10 يعتبر منافس قوي جدا لموبايل جوجل بيكسل 4. قبل ما ابدا المقارنة بينهم عايز اوضح ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لموبايل سامسونج نوت 10، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الوصف او ممكن تشوفه من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. لو هنتكلم على الاداء، هنا جوجل بيكسل بيجي بمعالج سناب دراجون 855 وسامسونج بيجي بمعالج اكسينوس 9825، وهنا التفوق لكل صالح. معالج سناب دراجون 855 بفرق بسيط جدا. جوجل بيكسل بيجي ببطاريه 2800 ملي امبير وسامسونج بيجي ببطاريه 3300 ملي امبير، وهنا التفوق لكل صالح سامسونج. جوجل بيكسل بيدعم الشحن السريع 18 واط وسامسونج بيدعم الشحن السريع 25 واط، وهنا التفوق لكل صالح سامسونج وده لان قوه الشحن اسرع. جوجل بيكسل بيصور فيديو بجوده 4K ومعدل 30 فريم في الثانيه، وسامسونج بيصور فيديو بجوده 4K ومعدل 30 او 60 فريم في الثانيه، وهنا التفوق لكل صالح سامسونج. جوجل بيكسل بيجي بمساحه داخليه 128 جيجا ورام 6 جيجا، وسامسونج بيجي بمساحه داخليه 256 جيجا ورام 8 جيجا، وهنا التفوق لكل صالح سامسونج. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. مع العلم ان سعر جوجل بيكسل ده السعر المتوقع وده لانه لسه ما نزلش مصر، ولكن سعر سامسونج ده السعر الرسمي. سعر جوجل بيكسل المتوقع نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و6 جيجا رام 15500
500 جنيه مصري. سعر سامسونج الرسمي نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و8 جيجا رام 15500 جنيه مصري برضه. توضيح بسيط، من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات أي هاتف والأسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع ده هتقدر تقارن بين أي جهاز وتعرف الجهاز الأفضل ما بينهم. رابط الموقع هتلاقيه في الوصف. وفي اخر الفيديو اتمنى تشاركوا الاراء الخاصه بيكم في التعليقات في موبايل جوجل بيكسل 4. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.